طب ايه الخطوات لو واحد مثلا شغال بيم كويس عايز يتحول لبيم مانجر، ايه المطلوب منه او ايه الحاجة الزيادة بحيث يتحول من بيم سبيشاليست لبيم مانجر؟ اوكي، على كلمة بيم مانجر صارت بتختلف كمان من محل لمحل، ولكن خلينا نحددها بشغلتين. البيم مانجر كذا نوع، عندك بيم مانجر تكنيكال يعني بيركز على موضوع البيم امبلمنتيشن، إدارة الموديل مانجمنت، الديفلوبمنت اوف كومبوننتس وفاميليز، وهذا شخص بيسموه بيم مانجر بكذا محل. ولكن البيم مانجر اللي هو بشركات أكبر وممكن يسموه بيم مانجر او بيم ليدر، بالاضافه لموضوع التكنيكال مهمته انه تو مانج بيبل، فبهمه كمان انه تو مانج جروب اوف بيبل اللي هن كلهم بيشتغلوا بمشاريع. فممكن بشركه كبيره يكون في بيم مانجر واحد ويكون في 10 مثلا something they call بيم coordinator او بيم project specialist، وبيم مانجر بيكون عم بديرهم. فمن شركة لشركة حسب حجم الشركة وين موجودة، البيم مانجر ممكن يعني أعماله تورينج فروم هو يشتغل على البروجكت حد نفسه ويبني الموديل، هلا صار اسمه هذا الشخص موديل مانجر اكثر، لا شركات كبيره والبيم مانجر اكشولي ما بيعمل شيء بايده، ولكن هي از مانجينج اذر بيبل اللي هن عم بيعملوا موديل مانجمنت.